منذ عامين حسب قانون الجمعيات الأهلية والمهنية بسلطنة عمان، وكان ذلك بمبادرة من مجموعة من المهتمين بالمياه، وتهدف الجمعية للمساهمة في النهضة التنموية بالتعاون مع الجهات المختصة لتشجيع البحث العلمي والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في مجالات علوم المياه. قامت الجمعية بالمشاركة في كثير من الفعاليات من أجل خلق الوعي لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لها، ونشر المعرفة في استخدام الوسائل العلمية لتطوير مصادر المياه المختلفة مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. ومن أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية لتحقيق أهدافها منذ إنشائها المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والعالمية التي تعنى بشؤون المياه. كما أن للجمعية برنامج حافل خلال هذا العام إن شاء الله، حيث ستقوم الجمعية بتنظيم ندوة الأعاصير الثانية، ندوة الضباب، وندوة حصاد الأمطار التي من المزمع عقدها في سلطنة عمان خلال الأشهر القليلة القادمة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إن من ركائز الإدارة المثلى لموارد المياه هي مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في اتخاذ القرار فيما يخص إدارة موارد المياه، وهذا ما تصبو إليه الجمعية بالتعاون مع القطاع الحكومي. إن دور الجمعية مكملاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مجال تطوير قطاع المياه والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات بفضل تضافر الجهود. في الختام، نتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، ونخص بالذكر الأقوى على اختيارها السلطنة، وكذلك سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه على مساندته الدائمة. والشكر موصول لمعالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على تشجيعه الدائم ورعايته الكريمة لفعاليات الجمعية العمانية للمياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً دكتور على هذه الكلمة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إن التكريم يعد واحداً من الدوافع للتشجيع في بذل المزيد من الجهد والعطاء، وهو تقدير لجهود بذلت واستحق أصحابها شرف التكريم. الآن ندعو معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه راعي الحفل، وعطوفة المهندس خلدون الخشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه، وكذلك سعادة المهندس محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة بالصعود على خشبة المنصة الرئيسية لواجهة الحفل، وذلك للتكريم وتبادل الهدايا. نبدأ أولاً بالهدية التذكارية المقدمة من الأمانة العامة للجمعية العربية للمياه لمعالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وهناك هدية أخرى مقدمة أيضاً من الجمعية العربية للمياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه. استلم سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه هذه الهدية التذكارية المقدمة من الجمعية العربية. وتقديراً من مجلس إدارة الجمعية لجهودها واعترافاً لعطائها للجمعية من بدايات التأسيس، يتم الآن تسليم درع وشهادة العضوية الفخرية لهذا العام للمهندسة نادية عبدو رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه للعامين 2009 و2010 ورئيس مجلس إدارة شركة مياه شرب الإسكندرية سابقاً. الآن مع التقاط الصور التذكارية. شكراً جزيلاً للمكرمين وكذلك أيضاً المكرمين. إن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تهتم بتنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي لتأمين بيئة صحية سليمة وتنمية متوازنة، وذلك عبر المساهمة في تعزيز البنى الأساسية والمرافق الخدمية. الآن مع مادة فيلمية تعطينا صورة واضحة عن الموارد المائية في السلطنة وجهود الوزارة في هذا المجال، فلنتابع سوياً. سلطنة عمان تقع في الطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها حوالي 309 ألاف كيلومتر مربع، وتصنف السلطنة ضمن بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة، فمتوسط سقوط الأمطار فيها لا يتجاوز 100 مليمتر في السنة. ولقد برع العمانيون في شق القنوات المائية من باطن الأرض وتحملوا الجهد الكبير ليبقى هذا العطاء المائي شاهداً على عزيمة العمانيين إلى الآن. الأفلاج، هذا النظام الذي أبدعه العمانيون، يعتبر من الموارد الأساسية للمياه على هذه الأرض، وينتشر هذا النظام في معظم المدن والقرى العمانية. والأفلاج جمع فلج، وهي عبارة عن قنوات محفورة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية أو المياه السطحية
أو اعتراض وتجميع مياه السيول. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى وجود 3,017 فلجاً تنبض بالحياة في مختلف المدن والقرى العمانية. وقد تم تصنيف الأفلاج حسب مصدرها المائي إلى 3 أنواع، هي الأفلاج الداؤدية والأفلاج العينية والأفلاج الغيلية. واعترافاً بالإبداع الهندسي المتميز الذي برع فيه العمانيون الأوائل في بناء الأفلاج، فقد أقرت لجنة التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إدراج 5 من الأفلاج العمانية ضمن لائحة التراث العالمي، وهي فلج الجيلة بولاية صور، وفلج دارس بولاية نزوة، وفلج الميسر بولاية الرستاق، وفلج الختمين بنيابة بركة الموز، إلى جانب فلج الملك بولاية أزكي. وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يتحقق للسلطنة على الصعيد العالمي، يضاف إلى رصيد الإنجازات التي شهدتها وتشهدها البلاد. وفي السلطنة توجد مصادر عديدة للمياه بجانب الأفلاج، إلا أن أهمها على الإطلاق المصادر الطبيعية الناتجة عن هطول الأمطار، حيث تتميز بعض مناطق السلطنة وخصوصاً الجبلية منها بوجود العيون المائية الطبيعية التي يتم استغلال مياهها من خلال مد قنوات تحمل المياه من مصادرها إلى القرى المستفيدة. ويطلق على هذا النوع من العيون اسم الأفلاج العينية، ففي محافظة ظفار هناك ما يزيد عن 360 عيناً، إضافة إلى العديد من العيون المنتشرة في مختلف مناطق السلطنة. وتتفاوت أهمية العيون المائية حسب نوعية مياهها متأثرة كغيرها من مصادر المياه بكميات الأمطار التي تهطل على البلاد، وتختلف من حيث وفرة مياهها ودرجة حرارتها وجودتها. ونتيجة للعوامل الطبيعية التي تتميز بها السلطنة كوجود جبال مرتفعة وشديدة الانحدار مع مناخ جاف ومعدلات سقوط أمطار متفاوتة، فقد اهتمت الحكومة بإنشاء السدود التي أثبتت جدواها الاقتصادية في تنمية الموارد المائية وتأمين الاستخدامات المختلفة. ويوجد في السلطنة 3 أنواع من السدود، هي سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات. وفي يونيو عام 2006 ميلادية، وقعت الحكومة ممثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أكبر سد تخزيني في السلطنة، وهو سد وادي ضيقة وإمداد المياه لمسقط وقريات. هذا المشروع الضخم الذي يعول عليه أن يحد من مخاطر الفيضانات ويحقق الاستفادة من المياه التي تجري في الوادي بصفة دائمة، ويوفر مياه الري بكميات كافية ونوعية جيدة، ويوجد مزاراً سياحياً للاستجمام وفرصاً عديدة للاستثمار السياحي. وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ سدين، أحدهما رئيسي والآخر جانبي بالمنطقة الواقعة بأعلى قرية المزارع بولاية قريات الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من محافظة مسقط. كما يعتبر مشروع السد الرئيسي للحماية من مخاطر الفيضانات في مدينة صلالة بمحافظة ظفار من المشاريع الكبيرة التي ستعمل على توفير أكبر قدر من الحماية لمدينة صلالة والمناطق المحيطة من خطر الفيضانات، كما سيعمل السد على تعزيز الموارد المائية للمدينة والمناطق المجاورة لها. وتحرص السلطنة على مواصلة الجهود الهادفة إلى اكتشاف أحواض مائية جوفية لها قيمة اقتصادية، حيث تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريع البحث الاستكشافي، حيث أظهرت نتائج تلك المشاريع وجود كميات من المياه في مناطق مختلفة بالسلطنة. ومن أبرز الأحواض التي تم اكتشافها
حوض النجد بمحافظة ظفار، التي أكدت الدراسات الأولية عنه وجود مخزون يحتوي على كميات كبيرة من المياه غير المتجددة. ومن بين أعمال الحفر الاستكشافية التي كللت بالنجاح، حوض المسرة وحوض رمال الشرقية اللذان يعتبران من أهم الأحواض الجوفية في السلطنة، حيث قامت الحكومة بتنفيذ مشروعين لاستغلال هذين الحوضين لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة لمعظم المدن والقرى المحيطة بهما. وتقوم مراكز رقابة الأغذية والمياه التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بدور حيوي وفعال في مراقبة المياه وإجراء الدراسات والأبحاث المائية بهدف تحقيق السلامة المائية، وبهدف متابعة الأوضاع المائية والوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء هذه التغيرات. وتقوم الحكومة ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإنشاء وتحديث شبكة متكاملة من أجهزة الرصد والقياس المائي. ومما لا شك فيه أن إدارة وتنمية الموارد المائية في السلطنة تشكل تحدياً كبيراً في ظل الوضع المائي غير المستقر وزيادة الطلب على المياه من مختلف القطاعات، إلا أن الأمل معقود على الجهود التي تبذلها الحكومة ووعي المواطن وتفاعله مع تلك الجهود وتعاونه في المحافظة على كل قطرة من هذا المورد الثمين.